آخر حاجة نتكلم عليها هي بعض الـ practical issues اللي لها علاقة بالـ pressure measurement والـ volume measurement. بالنسبة للـ pressure measurement لازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي إن عندنا الـ pressure measurement دي بتتغير بالـ location بتاعنا في السيركت فين. يعني basically بنتكلم على each circuit part has a resistance، يعني بيبقى عندنا basically لو احنا بنتكلم إن احنا بنقيس pressure هنا غير لما نقيس pressure هنا غير لما نقيس pressure هنا، يعني في كل مكان هنا هنا كل مكان له resistance مختلفة أو basically له pressure مختلف نتيجة للresistors أو resistances اللي حواليه. طبعا ممكن احنا نفكر فيها من ناحية الميكانيكال electrical analogy، احنا بنتكلم على pressure هو عبارة عن voltage وبيسكلي عندنا الريزيستنس هي نفسها الريزيستنس، فممكن نتخيل السيركت بتاعتنا هي عباره عن ان البريشر الداخل عندنا من الخارج هو بيسك، يبقى في ريزيستنسز للفالفز، في ريزيستنسز للسنسورز، في ريزيستنس للاتش ام اي الهيت اند مويشر اكسشينجر، في ريزيستنس للبريذنج سيركت، في ريزيستنس كمان للبيشنت اير واي نفسه. فبالتالي لو انا بقيس هنا غير لما اقيس هنا، يعني حسب انا مكاني فين من السيركت انا ممكن اقيس بريشر مختلف. فمعنى كده لازم ما نقارنش البريشرز ببعض، لازم بقى عارفين احنا بناخد البريشر قيمه البريشر كام ومكانه فين عشان نقدر نحدد البريشر ده معناه ايه. فبيسكلي البريشر هي واحد من المزايا بتاعه القياسات بتاعته ان هو ما بيبقاش affected by temperature or humidity. عاده لما بيحصل فيه تغير في الاثنين دول بيبقى التغير ده ناحيه الفوليوم زي ما هنتكلم عليه دلوقتي.